اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة من وصفات روبوت ثيرموميكس، تجي رائعة بنينة ولذيذة. فإذا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم. هذه الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا الينا القناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بوصفات مجرد ما تنزل في القناة. لكن كنتوا من الاوفياء القناة تنجد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة غسيل الشيف لطيفات، نتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون الروبوت. الروبوت ثيرموميكس نديرو جوج بصلات متوسطين بعد ما نقطعوهم، فيهم 170 غرام، جوج ضروس ثوم نسد ونبرمج 3 ثواني سرعة 5. بعد ما نشردو البصلة نجمع الجناب ونزل كل شيء لتحت، ندير كيبات الدجاج من 100 غرام، شويه القزبر معدنوس، انا عندي مقرضين، اذا ما كانش عندكم مقرضين قرضوه مع البصله، 20 غرام زيت الزيتون، سكين شبير، خرقوم عواد، بزار، معلقه صغيره السمن، الملح حسب الذوق، قوبلي تاع الماء 100 غرام، نشد بالبانيي ونبرمج 30 دقيقة، مئة وعشرين في الحرارة اتجاه معاكس و المعلقة. ركبات الدجاجة وما طابوا وبقاو صينين والمريقة معلكة. وهكذا تنوصلو نديرو هاد الوصفة وهي طاجين دجاج، تجي رائعة بنينة ولذيذة. المذاق ما نعاود ليكم، خاصة ملي تنضيفو ليها داك شوية تاع السمن. فإلى عجبتكم الوصفة جربوها، وإلى عجبتكم ما تخرج عليها بالبارطاج واللايك ووضع تعليقات. بارطاجيو الوصفة مع الأهل والحباب باش تعمل فائدة. اللي ترغب في وصفات بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة وصفة الشيف لطيفات، نتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون الروب. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.